في يوم الحد اللي فات 30 يونيو انتشر على موقع نتبان الكوري قائمة بتضم أكتر 30 ايدل من البوب الكوري تم البحث عنهم في النص الأول من عام 2024 على مستوى العالم. وفي المرتبة الأولى جا فيادو بي تي اس، وفي المرتبة الثانية جا جيوكي من بي تي اس برضو، وفي المرتبة رقم 3 جت الفنانة المنفردة ايو، وبعدها على طول في المرتبة الرابعة ليسا من بلاك بينك، ومن ثم جيني في المرتبة رقم 5. أما جيسو جت في المرتبة رقم 9 وروزي جت في المرتبة رقم 11. وأكتر حاجة حقيقة صدمت الجمهور هي إن أيو تم البحث عنها أكتر من ليسا، وقالوا كمان إن أيدل الجيل التالت رغم إن تم استبدالهم في كوريا ولكنهم بيتمتعوا بشعبية كبيرة جدا على المستوى الدولي. أما بقى على الناحية التانية، من امبارح وجميع مواقع السوشيال ميديا في حالة من الفوضى، وده من بعد ما نشر أكتر من موقع أخباري تأكيد مواعدة روزي من بلاك بينك العضو فرقة أسترو وونو. وخليني أشرح لكم بالظبط إيه اللي اتكتب في المقالات دي. أول حاجة، بدأ النجمين المواعدة من عام 2021، ومن وقتها كان في دايما شكوك كتيرة من حواليهم انهم بيخرجوا مع بعض في مواعيد غرامية. ده حتى اونو سافر مخصوص لامريكا من اجل دعم حبيبته روزي في مهرجان كوتشيلا بعام 2023. ورغم ان ولا روزي ولا اونو علقوا على الاشاعات دي، ولكن الجمهور وجد ادلة كتيرة جدا على مواعدة النجمين. ومن الادلة دي في عام 2022 شركة روزي وونو مجموعة من الصور بوضعيات متشابهة جدا لبعض. ده حتى المعجبين انتبهوا الى ان روزي وونو ارتدوا نفس الجاكيت. اما في عام 2021 زار النجمين معرض فني فواته قريبة جدا من بعض. ده حتى روزي حضرت نفس العروض اللي حضرها وونو في السينما. وفي عام 2022 باسبوع الموضة في باريس قالوا ان روزي وونو راحوا مع بعض لتناول العشاء في احد المطاعم المشهورة. وفي وقتها شارك النجمين بعض الصور بتوضح انهم كانوا في نفس المكان، وده كان واضح جدا من مقاعد المطعم. واخر حاجة وصل ليها المعجبين دلوقتي هو ان روزي وونو كانوا مع بعض في متحف تيم لاب المشهور في اليابان شهر ابريل اللي فات. ورغم ان كل الادلة دي ممكن تكون مجرد صدفة عادية جدا، ولكن الجمهور كان فرحان جدا بالاخبار دي وقالوا يا رب تكون حقيقية مش مجرد اشاعات. وانا هقرا لكم بعض من تعليقات الجماهير على خبر مواعدة روزي وونو. ان كان هذا حقيقي سأكون سعيدة جدا، انا ادعم ذلك، يبدو انهم جيدان معا حقا، وغيرهم تعليقات كتيرة جدا كلها بتدعم علاقة الحب بالروزي وونو. وانت بقى اكتب لي في التعليقات ايه هو رأيك، ولو حابب تعرف اخبار اكتر عن عضوة بلاك بينك خليك متابعني.